السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه عندنا كيا، هم معروفين كنز ولا الأغلبية كيا اللي فيهم محرك هذا. هذا أخونا جانا من الجزائر، ركبنا له محرك، شوفوا فيه ما شاء الله. هذا كله مازال ما غسلناش الغسله الاخرانيه، شوفوا كيفاش ندوروا على الخيوط على الضفيره، كيفاش ندوروا نغلفوها باش هكاك نطمنوا عليها، كيفاش ندوروا على كل الحاجات اللي هي ممكن تسبب لنا مشكله في المحرك ندوروا عليها. شوفوا هنا الضفيره كيف كيف، هنا كيف كيف، خلوا شيء ظاهر، خلوا شيء اللي هو فيه مشكله. شكينا في الخراطيم نتاع الماء هذوك نتاع الشوفار المسوسين، لغيناهم لين هو حل مشكلته من بعد. شكون يعرف، لان ممكن يسبونا مشكله هذوما فثنيه، يتسيلوا مشكله ولا حاجه نغسلوا محرك. علاش انا ديما نطلب التركيب عندي انا باش نفحص كل الاشياء اللي ممكن تجيب خطر للمحرك، باش هكاك الواحد يبدا مطمن على المحرك يمشي سليم. شوف الضفيره كلها كيش مخدومه على قاعدة، كل شيء في مكانه، ماهوش ملبزة هكاكا، كل شيء معمول بطريقة يعني فنية. شوف فيها هذيك، هذا محرك 2 لتر، هو 2.0. وتوا باش نسمعكم صوته وإن شاء الله يعجبكم. هاي خدمة شوفوها ما شاء الله، شوفوا الماء كيفاش يدور، شوفوا الماء كيفاش يدور، يرجع من الرادياتير للمحرك وهكذا، من الرادياتير للمحرك وهكذا. نقصنا منه شوية باش نعرفوه يدور ولا لا. توا زدناه شوية ماء باش نعرفوا اللي فما جوان كلاس او في حال وجود جوان كلاس، لازم نعبوا الماء على الاخر ونستنوها مشوار لنتركع بالضبط ونشوف كان فما يعني فقاقيع نتاع هواء بكثره، مش شويه، كان شويه ساعات من الدوران، ساعات من الدوران نتاع الماء، كان فقاقيع صغيره ساعات من الدوران نتاع الماء، وكان ما فماش فقاقيع هوني لابس عليها. واذا كان هو شاك انه فما جوان كلاس، الجوان كلاس ديما مربوط بنقص الماء، كان الماء ناقص الجوان كلاس عنده دخل، كان الماء ما ينقصش معناتها الجوان كلاس اللي حولها لاباس عليه. تو كيما هذا شكينا احنا في الخراطيم نتاع الشوفاج الداخل، قصيناهم علاش انا مسوسين، هذا ممكن يعملوا مشكله. علاش كي نركب انا، علاش كي نركب انا نتولها كل شيء باش نحمي المحرك نتاعي من كل الكوارث اللي ممكن تصير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.